دي أكلة الفقير مش عارف ياكلها ولا يجيبها ولا عارف يشتريها. البطاطس دي شغل تجار، غير كده مفيش شغل تاجر. يروحوا كفر الزيات ويروحوا التلاجات اللي في دمياط، وهنا هنا مليانة بطاطس على تمة عينها ومش راضين يطلعوها عشان يمسك السعر كده. هي غالية من منبع، البطاطس قليلة ومحطوطة في التلاجات من الحيطة اللي فات. دي مركونة، مفيش حاجة. ايه تقليع؟ تقليع يعني ايه؟ مفيش حاجة جديدة، الجديدة تطلع بعد الشهر. المعلم كده كده واكل، بياخد عمولة من الفلاح وبياخد عمولة من البياع، كده كده منحر واكل. أما اللي ضايع البياع فلوس والأكيل. تاكلها ازاي وهي كلها أمراض كده يعني مثلا؟ ها؟ يقول لك نحط على حاجة التسعيرة وبعدين الحاجة النظيفة موجودة بأغلى من الثمن. إنما ديت هي اللي موجودة بستة ونص. تضيف دي عشان يقول لك البطاطس دي بستة ونص. طب دي هتتاكل؟ يعني ديت بالله عليكم ازاي تتاكل ديت؟ يعني احنا ناس، في ناس تقدر تشتري وفي ناس ما تقدرش تشتري. احنا مش عارفين نعيش. الموطة ب 10، البطاطس ب 12 جنيه. الخيار ب 6 جنيه وب 5 جنيه. ده بسعره كده ولا هو غالي؟ هو جاي من عند صاحبه كده، والقوطة ب 210 من عند صاحبها. والبطاطس ب 10 جنيه وب 10 جنيه ونص من عند صاحبها، والبصل ب 6 جنيه ونص من عند صاحبه. والبامية حقيقي ب 20 جنيه والله ب 18. ده لما بجيب مثلا 2 كيلو قوطة بقت اجيب كيلو. اجيب 3 كيلو بقت اجيب كيلو ونص. ما بيقضيش احتياجاتي، اضطريت اعمل حاجات ما بتستعملش الطماطم فيها. الواحده كانت بتاخد 3 كيلو قطه، دلوقتي بتاخد كيلو، تاخد نص كيلو، تاخد ربع، اكتر من كده ما بتاخدش. اتخن زبون بياخد كيلو وربع بطاطس، نص كيلو وكيلو وربع. البطاطا بياخدوها يطبخوها مكان البطاطس، مقطعها والناس بتاخدها تطبخها زي البطاطس بالظبط، مقطعها كده واحطها في اكياس وبياخدوها ايه بيقدروها وبيطبخوها مكان البطاطس.